السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزالات بين فريق بلبل الأخير النسخة الخاصة وفريق بلبل الجابح المتجدد. هذا هو فريق بلبل الأخير النسخة الخاصة، وعندنا أول أخير حيكون النسخة الخاصة والمعدل اللي طلعت لنا مع لعبة التربو الثلاثية، وأخير الثاني زي ما نشوفين بألوان مميزة طلعت لنا بيبوت البيرس باتل ست. وفريق الجابح وبلبل الجابح المتجدد وتطوره الجابح المدمر. خلونا نبدأ بأول نزال الجابح المتجدد. خلاص اوكي، فاز عليها من اول جولة. الجولة الثانية قبل يا اخيل، وفينا قوتك. هو يحفظ بخارج خارج الحلبة، ولكن هل اخيل يقدر يحطم الجابح؟ اشوف انه شيء جدا مستحيل، بس خلينا نشوف. اوكي، قدرة دورانه مرة ضعفت سبب ترى ما في اي سبب انه طلع قوة دورانه بهذا الشكل غير ضربات الجابح. فاز الجابح 1-1. الجولة الاخيرة اوكي تعادل. طبعا في نهاية النزالات راح نلعب نزال رباعي. اوكي، جولة رابعة عشان نحدد الفايز. يلا يا اخيل، الجابح دايما يفوز. اوه والله كانه حطمه، فك الحلقة كانه حطمه، حتشوف كيف خسر كل طاقته. وقبل اللي نروح النزال الثاني اللي حيكون بين اخيل اخير والجارح المدمر، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وضغط قوم على زر اللايك. المدمر؟ لا ايش اخيل المدمر؟ اخيل الاخير والجارح المدمر. شوف الجارح مطور والحلقة حقه ثقيلة ومرة قوية من جد، تنفك بسهولة. ترى هذا الشيء مرة يميز الجارح، انه الحلقة حقه صارت تنفك بسهولة، واول نقطة للجارح. احصف الجارح الجولة الثانية. اوه يا ضربة، والله يا اخي ضربة قاضية، ولسه الجارح ما خسر طاقته. اخيل ما خسر طاقته، حتى الجارح بعد ما فك الحلقة صار هجومي. هو لانه من قوة الضربة تجنن الجارح وصار هجومي، او لسه في طاقة. اخيل الكاتن، لا لا ضعيف ما حيصير. اوكي والجابح اخذ النقطة الثانية، ودحين نروح لنزال بين الجابح المدمر واخيل النسخة الخاصة. نصب الفريق الجابح، ودحين جا وقت النسخة الخاصة. اوكي فاز على الطورين الجابح 1-0. يلا جولة ثانية، فريق اخيل اللي دحين اوكي فك الحلقة والجابح يا جماعة الخير ما تأثر. طبعا لو تشوف الحلقة كانت قاعد تأثر على اخيل، قاعد تتصاقع معاه زي كنا بوي. الضربات قوية، شوف الصوت صار ضربات مرة قوي، بس الجارح مو قاعد تأثر. تيجي دحين 1-1. يلا الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة لازم أخيل يفوز. يلا يا أخيل خلاص. الله الله اوكي، أول نقطة لفريق بلابل أخيل 2-1. نزال هذا لو صار فيه تعادل، اللي هو طبعا حيكون بين أخيل النسخة الخاصة وجارح مجدد، لو صار تعادل يعني الأخيل الأخير فاز على الجارح مجدد، هزيمة تيجي حاليا 2-2. تخيلين عايزين تعادل بين فريقين، خلينا نشوف. اوكي يلا اخيل، يلا فوز مرة واحدة في حياتك. الجولة الثانية، الجولة الثانية، الجولة الثانية. اوكي الضربة يا اخيل، يلا يا شيخ. يلا اخيل، الجارح مرة ضعف دوران بلابل، شوف قاعد يمتص الضرب، هو قاعد يضعف الدوران بشكل مرة واضح. الحلقة هذه حلقة مرة خفيفة. لو والجابح فاز بصعوبة. فحاليا نتيجة 3-1، حنجيب واحد عملاق يفوز على الجابحين. أخيل النابي وصل. اوكي تطور أخيل الأخير وأخيل المعدل. نتيجة حاليا يا جماعة الخير فريق الجابح وهي 3-1. فاحنا ايش حنسوي؟ حنرمي أخيل النابي بعد ما نرمي الجابحين. لو أخيل قدر يفوز على الجابحين بإطلاق واحد، في هذه الحالة راح تصير نتيجة 3-3 تعادل، وراح نروح للنزال الرباعي. أول جولة. الجابح مجدد مدمر. أخيل النابي. يلا يا اخيل حطمهم. يلا يا اخيل ايش قاعد تسوي؟ ليه هجومي؟ قاعد الحلقتين كلها خارجة من هنا. يب اوكي يلا يا اخيل. أوه. اول نقطة يا اخيل، طبعا زام نقطتين. الجولة الثانية، هذه الجولة الثانية اخيل يا حبيبي من نفسه. الله الله ايه مهزوم، ايه مهزوم اخيل، قاعد يطلع من نفس المكان، قصدي الجابح مدمر. الجولة الأخيرة لازم يفوز أخيل علشان ياخذ النقطة. الإطلاق كان ضعيف. شوف الحلقات كيف صارت. يلا نعيد، حتكون الجولة الأخيرة والحاسمة يا جماعة الخير، يعني ما حنعيدها مرة ثانية. خلينا نشوف هل أخيل حق يفوز عليهم ولا لا. يلا الجوابح، يلا يا أخيل. لا طح أخيل. أوكي شوف شوف لا الحلقة، الحلقة شوف الإضاءة.
اخي الفوز يا جماعه الخير. فبكذا نقدر نقول ان الفريق اخي الفريق نجاح متعادلين، ونزل الرباعي هو اللي يحسم نتيجة حاليا يا جماعة الخير. ثلاث ثلاثة بين فريقين، ونزل الرباعي هو اللي حدد مين فايز. هيبا بينا خرجوا، واخير الاخير شوف الحلقة كيف يا جماعة الخير وقف الاخير. فالحين نتيجة 4-3، كمل نزل الرباعي على حلبة النفاث اللي صنعناها حلبة التيربو بمسارات النفاثة، وفي جولة الأولى حيكون المسارات لبلابل الجارح، وفي جولة الثانية حيكون المسارات لبلابل الأخيل. أوه يا ساتر كمل انزال كمل انزال كي يلا أخيل عندك فرصة أخيل فاز. وبكذا نتيجة 4-4 تعادل. الحين المسارات حتكون عندنا، سوي تكتيك يا جماعة الخير أسطوري. حرمي أول شيء أخيل النص الخاصة، عنده طريقة دوران أو قدرة دوران يعني أعلى من أخيل الأخير العادي في الحلبة، وبعدين حرمي أخيل الأخير العادي بعد ما الحمار أطلق البلبلين في المسافة النفاذ، ونشوف إيش حيصير. يلا جولة ثانية خلينا نشوف نحفوز. أوكي تعادل ما شاء الله. يلا يا أخيل أوه يا ساتر حطمه 5-4 سبب نتيجة. يلا جولة ثانية شباب نغير التكنيك، حرمي أخيل تحت وأخيل فوق. الله بابا أخيل فاز 5-5 تعادل. والله ما أدري كيف فاز. شوفوا انتوا شوفوها واكتبوا لي بالكومنتات كيف فاز اخيل ايش صار. الجوله الاخيره الحاسمه اللي حدد فيها من هو فريق الفايز. يلا اخيل الاخير اخيل خاص لا الله ايش صار فوز والله بنفوز لا الله. اوكي طبعا فبس هاك اقول عندي لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير واكتبوا لي بالكومنتات ايش رايكم في نزلات اليوم ان شاء الله تعجبكم. طبعا فاز اليوم معانا فريق اخيل المعدل او النسخه الخاصه بتكنيكات يا جماعه الخير. تكتيكات اقول لكم انا يسموني مدرب بلابل ما يبغى حلبة التيربو النفاث. اي مقطع اقول نجيب حلبة التيربو النفاث يقول لنا لا، فانت اكتب في الكومنتات اذا انت حابينها حلبة التيربو النفاثه. جاء اكثر من 100 تعليق نحن درينا. المهم جت تعليقات كثير حننزل لكم بيها، يعني حنلعب فيها نزلات اكثر في كل النزلات حقتنا. فنجي لكم نزلات اليوم، اليوم احتمال كبير جدا تقريبا احتمال 100% يكون في مقطع ثاني. وصلنا للختام، شكرا على المشاهده، انسوا لايك واشتركوا في حجه بسنبهات. مع السلامه.